ونرحب بحضراتكم من جديد. دلوقتي خلينا نروح نشوف كده أخبار الطقس إيه بالتفصيل، درجات الحرارة إيه اللي هيحصل في الجو النهاردة مع طبعا محمد الشاذلي. شاذلي، أخبار الطقس إيه؟ بص يا جمانة، هو الطقس يمكن احنا شايفين ان هو متقلب، بنشوف شمس بالنهار لكن هي ما بتطولش كتير، لكن بشكل عام الجو هيكون برد. ده طبعا بحسب توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية اللي بيتوقعوا ان النهارده الطقس هيكون بارد على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان هيكون في برد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. لكن بالليل الجو هيكون شديد البرودة على كل الأنحاء، يصل إلى حد صقيع على وسط سيناء. النهاردة هيكون في سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، ده على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. كمان هيكون في أمطار خفيفة على وجه جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى. دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة بالأرقام، وهنبدأ من القاهرة الكبرى لدرجة الحرارة العظمى فيها 16، أما الصغرى ف10. اسكندرية 16 والصغرى 12، أما مرسى مطروح فهي 16 والصغرى 11. سيوة العظمى 17، أما الصغرى ف9. بورسعيد العظمى 17 والصغرى 10. دمياط العظمى 16، أما الصغرى ف11. نروح الإسماعيلية هنلاقي إن العظمى فيها 17 والصغرى 10. السويس العظمى فيها 17 والصغرى 10. نروح العريش، العظمى فيها 16، أما الصغرى ف10. طابة العظمى فيها 21 والصغرى 13. سانت كاترين العظمى فيها 13 والصغرى 0. شرم الشيخ العظمى 19، أما الصغرى ف13. الغردقة العظمى 19 والصغرى 13. الفيوم العظمى 16، أما الصغرى ف9. بني سويف العظمى 16 والصغرى 8. المنيا العظمى 16 والصغرى 6. لسه مكملين مع حضراتكم درجات الحرارة في أسيوط، العظمى تصل إلى 16، أما الصغرى ف7. سوهاج العظمى فيها 16 والصغرى 7 أيضا. إنا العظمى فيها 17، أما الصغرى ف7. الأقصر العظمى فيها 18 والصغرى 8. أسوان العظمى 19 والصغرى 8. الوادي الجديد العظمى فيها 18، أما الصغرى ف6. شلاتين العظمى فيها 25 والصغرى 13. حلايب العظمى فيها 23 والصغرى 14. بشكل عام زي ما حضراتكم شفتوا درجات الحرارة منخفضة إلى حد كبير، ودرجات الجو النهاردة هيكون برد، فياريت ناخد بالنا لحد ما موجة الصقيع دي تعدي. ده كان استعراض لدرجات الحرارة. دلوقتي هنرجع مرة تانية لجمانة. شكرك يا شاذلي، طبعا شكرا جزيلا لاستعراضك آخر أخبار الطقس ودرجات الحرارة.